بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد وجهكم إلى ما فيه خيركم في دينكم وآخرتكم، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعلمون العلم النافع ويوفقون للعمل الصالح. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على صنف من عباده وهم أهل الاستقامة، وبين جزاءهم العظيم، فقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وجاء أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني أوصني وصية جامعة شاملة لا أحتاج بعدها إلى أن أسأل أحدا من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الاستقامة يا عباد الله شأنها عظيم وفضلها كبير. ما هي الاستقامة؟ هي أن يثبت المرء على الإيمان بالله عز وجل، ويستمر في طاعة الله تبارك وتعالى، ويجتنب معصيته. إذن حقيقة الاستقامة هي القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. وإن الثبات على دين الله عز وجل شأنه عظيم جدا، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولقد أخبر نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان تشتد فيه الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وقد كان صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه أنه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من حلفه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا ومقلب القلوب. هذه الفتن وهذا التقلب في القلوب يستلزم على المرء أن يسعى في كل وسيلة يثبت معها إيمانه، وأن يعمل كل سبب يستمر فيه يقينه بتوفيق الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الأسباب ما وجه الله به عباده المؤمنين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فنظر المرء إلى مآله وإلى المعاد وتأمله ليوم الجزاء والحساب هو من أعظم أسباب الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. كيف لا والمؤمن يعلم أن هذه الدنيا قصيرة ولو طال به الزمان؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمته ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يعيش في هذه الدنيا، كما أخبر عن حاله صلى الله عليه وسلم: جاء إليه بعض أصحابه وقد وجدوه على حصير، قد أثر هذا الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ألا نتخذ لك يعني شيئا مريحا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا
ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فالمؤمن يعلم أن هذه الحياة ولو طالت هي قصيرة في مقابل يوم الجزاء. ومن أعظم أسباب الثبات على دين الله والاستقامة على أمر الله كذلك تدبر كتاب الله عز وجل وقراءته آناء الليل والنهار، وتدبر معانيه والعمل بما فيه، وتدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند معانيها والتمسك بها، فإن هذا من أعظم وسائل الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. ومن أعظم وسائل الاستقامة على دين الله عز وجل النظر في سير الصالحين، النظر في سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النظر في سير العلماء الذين أوذوا في دين الله عز وجل وابتلوا وصبروا وثبتوا على هذا الدين بتوفيق الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور تعين المرء على أن يثبت على هذا الدين بإذن الله تبارك وتعالى. إذن حقيقة الاستقامة هي القيام بأمر الله عز وجل والانتهاء عما نهى عنه، وهي التقوى. وقد جاء لهذه التقوى ثمرات عظيمة وجليلة وكثيرة، منها أن هذا المتقي يؤتيه الله عز وجل نورا يميز به بين الحق والباطل. وأي نعمة أعظم من هذه النعمة في زمن يختلف الناس فيه؟ يؤتي الله المتقين نورا يميزون به بين الحق والباطل. قال الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. هذا الفرقان هو التمييز بين الحق والباطل. وقد كان من دعاء رسولكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن أعظم وأحسن وسائل الاستقامة على دين الله أن يتعاهد المرء نفسه بالدعاء لنفسه. فلا تفرط أيها المؤمن، لا تفرط في هذا الباب الذي فتح الله عز وجل وأحسن إلى عباده به. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الباب بابا يطرقونه، فأعرض كثير من الناس وتساهل. ادعو الله عز وجل لنفسك، ادعو الله عز وجل لأبنائك، ادعو الله عز وجل لزوجاتك، ادعو الله عز وجل لمن تحب بالثبات على دينه والاستقامة على أمره ولزوم شرعه. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المتقين ثابتين على أمره المستقيمين على دينه. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.